سنتعلم الآن كيفية التحويل من الأعداد المختلطة إلى كسور. في البداية سأقوم بتعريف هذه المصطلحات. ما هو العدد المختلط؟ ربما رأيت عددا على النحو لنقل 2.5، هذا هو العدد المختلط. ربما تسأل لماذا نسميه بالعدد المختلط؟ حسنا، لأننا نكتبه على هيئة عدد صحيح وكسر، ولهذا سمي بالعدد المختلط، فهو عدد صحيح وكسر. وكما تعلم بأن مقدار 2.5 هو كأن نكون متجهين إلى منتصف الطريق ما بين 2 و3. إذن الكسر الذي يكون بسطه أكبر من مقامه هو كسر غير صحيح. مثلا لدي 23/5، نسمي هذا كسرا غير صحيح. لماذا؟ لأن 23 أكبر من 5، ببساطة يكون البسط أكبر من المقام. إذن سنحاول الآن التعرف على كيفية تحويل الأعداد المختلطة إلى كسور، وتحويل الكسور غير الصحيحة إلى أعداد مختلطة. في البداية سأوضح لكم بعض الأساسيات لنقوم بذلك، سنحصل بالنهاية على الجواب الصحيح. كيف يعمل ذلك؟ إذن إذا أردنا أن نحول 2.5 إلى كسر غير صحيح، أي عدد غير مختلط، ما نقوم به أولا هو أن نأخذ المقام في الكسر ونضربه في العدد الصحيح ثم نجمعه مع البسط. لذلك دعونا نفعل ذلك، وأعتقد أننا قمنا بحل مسائل قبل ذلك، ولكن نقوم باثنان ضرب 2+1 يساوي 5. إذن 2 ضرب 2+1 يكون الناتج هو عبارة عن 2 ضرب 2 4+1 يساوي 5/2. إذن 5/2. إذن بعد أن نقوم بالضرب وجمع مع البسط، نضع في البسط الناتج ونضع المقام كمقام الكسر الذي لدينا في المسألة. لنفترض أن كان لدي 4 و2/3، بالطبع سيكون المقام 3، إذن يبقى 3 لأن الكسر مقامه 3. والآن نضرب 3 ضرب 4 = 12 يساوي 3 ضرب 4+2، وهنا يساوي 12. 3 ضرب 4 كما شرحتها لكم في الطريقة، زائد 2 يساوي 14/3، ويبقى المقام هو مقام الكسر في المسألة. لنقول مثلا لدينا 6 و17/18، فهنا أصعب قليلا، ولكن نبقي المقام نفسه أي 18. والآن نضرب 18/6+17. الآن ما هو 6 ضرب 18؟ دعونا نرى، هنا تكون 108، احسبوها، زائد 17/18. 108+17 هي عبارة عن 125/18. إذن هنا 6 و17/18 هي تساوي 125/18، أي هذا كسر غير صحيح. دعونا نحاول أو أعلمكم طريقة لكيفية تحويل الكسور غير الصحيحة إلى أعداد مختلطة. هذا سيجعلكم تتعلمون كيفية إنجاح هذه العملية. دعونا نقول أن لدي 2.25 مثلا، أعتقد أنني وضحت ذلك سابقا. ما نقوم به طبعا أن نبقي المقام كما هو، ولكن لنضرب الآن 4 ضرب 2+1 على المقام نفسه وهو 4. 4 ضرب 2 يساوي 8+1 يساوي 9/4. الآن أريد أن أوضح لكم كيفية إنجاح هذا الأسلوب دائما. لنرسم هنا أو لنرى كيف يبدو ذلك على شكل فطيرة. إذن هذه أول فطيرة، وهذه الفطيرة الثانية. لنقل أن هذه ربع فطيرة، إذن لدينا فطيرتان وربع، صحيح؟ إذن هذا هو الربع بشكل أفضل. الآن تجاهلوا هذا، سأشطبهم هنا. إذن لدينا فطيرتان وربع، سأمحوه هنا حتى لا تنزعجوا منه. الآن لنعد قطع الفطائر، لدينا قطعتان وربع، 1 2 وربع.
إذن نكتبها على هيئة أو شكل كسر. إذن كم ربع في الفطيرة لدينا؟ إذن نأخذ كل فطيرة من هذه الفطائر وأغير اللون هنا. إذن أضع أربعة أجزاء لكل فطيرة، أقسم كل فطيرة إلى أربعة أجزاء. إذن كم ربع لدينا هنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. حسنا، لدينا تسعة على أربعة، إذن هذا صحيح. إذن اثنان وربع يساوي تسعة على أربعة، وهذا ينجح مع أي كسر بالتأكيد. دعونا الآن نفعل العكس، لنحول الكسور غير الصحيحة إلى أعداد مختلطة. لنفترض أن لدي 23 على 5. سنذهب بالاتجاه المعاكس، نأخذ المقام ونقول ما ناتج قسمة البسط على المقام؟ يمكننا معرفة ذلك. إذن 23 تقسيم 5، نقول 23 لنجرب الأربعة، 4 ضرب 5 يساوي 20. إذن يتبقى لدي 3. إذن هنا لدي 4 الناتج والباقي 3، إذن لدي 4 صحيح، ويتبقى لدي 3. نضع هنا 3 كبسط و5 هو المقام. إذن ما نقوم به أن أخذنا المقام وقسمنا عليه البسط. 23 على 5 كان لدي الناتج 4 صحيح، والباقي 3 من الخمسة أي المقام الأصلي. هناك طريقة أخرى لنقول أن الناتج هو 4 و3 على 5، ولكن لنحل مسألة أخرى لنقول 17 على 8. كم يساوي هذا بالأعداد المختلطة؟ إذن سأكتبها هنا 17 تقسيم 8. لنجرب هنا 2 لأنه أقرب عدد، 2 ضرب 8 يساوي 16، نطرح يبقى 1. إذن لدينا 17 تقسيم 8 يساوي 2 صحيح، وهنا نضع الجواب هنا ك 2 صحيح، والباقي 1 على 8. إذن هنا الواحد هو الباقي والثمانية هو المقام الأصلي للكسر. لنأخذ مثال آخر للتوضيح. لدي 5 أنصاف أو 5 على 2 أو ونسميها 5 أنصاف. لنعود لمثال الفطيرة، لو رسمنا 5 أنصاف فطيرة، لدي هنا نصف فطيرة وهذا نصف آخر، فقط قسمت الفطيرة إلى 1 2 نصفان، وهنا 3 أنصاف، ولدي نصف رابع هنا، والنصف الخامس أو 5 أنصاف الفطيرة هنا. إذن سنقوم بدمج هذان النصفان لتصبح الفطيرة كاملة هنا، وهذه أيضا النصفان تصبح فطيرة كاملة، ولدي هنا النصف. إذن هي عبارة عن 2 ونصف الفطيرة. إذن 5 على 2 يساوي 2 ونصف. أتمنى أنني لم أزعجكم بهذه الطريقة، ولكن لا أريد أن أفعلها دائما بطريقة منهجية، أردت أن أرسم لأوضح لكم. إذا نقول أن هنا 5 تقسيم 2، نجرب 2 هنا وهي العدد، 2 ضرب 2 يساوي 4، 5 ناقص 4 يساوي 1 وهو البسط هنا، ويبقى المقام كما هو. إذن 5 على 2 أو 5 أنصاف هي عبارة عن 2 ونصف. الآن وضحت لكم كيفية تحويل الأعداد المختلطة إلى كسور غير صحيحة، وكيفية تحويل الكسور الغير صحيحة إلى أعداد مختلطة. أتمنى أن تقوموا بحل الكثير من المسائل، واستمتعوا.